بعد الظهر. قلت لها ايوه طبعتها لي، قالت لي فوت عليا انا في استوديو كذا رقم كذا، ورحت وسمعت الاغنيه بعد لحنها رياض الصباطي. هكذا كان الفن والفنانين واندماجهم في المعركه وفي الاعداد لهذه المعركه. انا بقول الكلام ده لاننا حاليا بنمر بظروف مشابهه في صعوبتها. صحيح احنا مش مهزومين، لكن التحديات امامنا كبيره. من محاربه الارهاب، خفافيش الظلام، الى تحديات التعليم والصحه والبنيه التحتيه. نحن في اشد الحاجه لهذا الجيش من الفنانين الوطنيين الملتزمين. تكونوا انتم ايها الفنانين المكرمين وكل الذين كرموا قبلكم طليعه هذا الجيش. الفن هو باعث النهضه، هو دافع الى التقدم. نريد عوده هذه الروح الى الفن بجميع اشكاله، وتحرير اعلامنا من سطوه الاعلام وهيمنه المصالح، من اجل وطن غالي علينا جميعا، من اجل مصر. والسلام عليكم. خصوصا وقد عرض جزء من تاريخ من أنصع فترات تاريخ مصر المعاصر، وكيف كان الفن سلاحا بالمعنى الحرفي للكلمة في المعركة اللي بيخوضها هذا الوطن وأمتنا العربية. هذه الفعالية هي للمرة التاسعة لكن للسنة العاشرة. مستمرة ولم تنقطع سوى عام واحد، هو عام الجمر اللي حكم فيه هذا السطع على هذا البلد في جماعة الإخوان. وقتها تعطل كل شيء طبعا، وتعطلت لغة الفن، ولم يحتفل المجلس القومي، كان وقتها بتشكيل مختلف عملوا جماعة الإخوان، وهي جماعة لا تؤمن بأي منجز من منجزات الحضارة الإنسانية، فلغت هذه الفعالية. لكن الحمد لله استعدنا مصر مرة أخرى، وأرجو ألا تعود هذه الأيام السوداء مرة أخرى، واستأنفنا هذا النوع من النشاط، هذا النوع من الفعاليات اللي بتؤكد على المعنى الأساسي والعمومي، أن الفن نفسه بكل صوره وكل أشكاله وكل صياغاته هو حق من حقوق الإنسان، حق الإنسان، حق المواطن المصري أصيل أنه يتمتع بالفن والإبداع في كل وقت بكل الأنواع. هذا هو من حيث المبدأ ما يجعلنا نهتم في المجلس القومي بحقوق الإنسان بهذا الشكل من أشكال الفن. ليه الاهتمام بهذا الشكل اللي هو الأعمال الدرامية اللي يعني بقت أغلبها دلوقتي تعرض في شهر رمضان المبارك؟ أولاً لاتساع الهائل لجمهورها، جمهور هذا النوع من الفن، وتنوعه الشديد ما بين مواطنين بسطاء ومتعلمين ومن مختلف طبقات المجتمع، فتأثيرها تأثير هائل فيما يخص كل القضايا، لكن فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. فالمجلس القومي لحقوق الإنسان زي كل الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر بحقوق الإنسان ليس وظيفته الوحيدة. أولا لازم أوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جمعية من جمعيات ولا منظمة أهلية حقوق الإنسان، اللي هي منها موجود كتير في أنواع مختلفة، لكن هو مؤسسة للدولة المصرية، أكرر للدولة المصرية ليس للحكومة، هو مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية المعنية بقضايا حقوق الإنسان بكل أنواعها، مش بس الحقوق السياسية. طبعا الحقوق السياسية جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان، قيم حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان، لكن الحقوق الاجتماعية أيضا، والحقوق الفكرية والثقافية زي اللجنة الثقافية اللي أنا بشرف برئاستها في المجلس بتولي أمانتها في المجلس. أشكاله وكل صياغاته هو حق من حقوق الإنسان.
حق الإنسان، حق المواطن المصري أصيل إنه يتمتع بالفن والإبداع في كل وقت بكل الأنواع. هذا هو من حيث المبدأ ما يجعلنا نهتم في المجلس القومي بحقوق الإنسان بهذا الشكل من أشكال الفن. ليه الاهتمام بهذا الشكل اللي هو الأعمال الدرامية اللي يعني بقت أغلبها دلوقتي تعرض في شهر رمضان المبارك؟ أولاً لاتساع الهائل لجمهورها، جمهور هذا النوع من الفن، وتنوعه الشديد ما بين مواطنين بسطاء ومتعلمين ومن مختلف طبقات المجتمع، فتأثيرها تأثير هائل فيما يخص كل القضايا، لكن فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. فالمجلس القومي لحقوق الإنسان زي كل الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر بحقوق الإنسان ليس وظيفته الوحيدة. أولاً لازم أوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جمعية من جمعيات ولا منظمة أهلية لحقوق الإنسان، اللي هي منها موجود كتير في أنواع مختلفة، لكن هو مؤسسة للدولة المصرية، أكرر للدولة المصرية ليس للحكومة، هو مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية المعنية بقضايا حقوق الإنسان بكل أنواعها، مش بس الحقوق السياسية. طبعا الحقوق السياسية جزء مهم من منظومة حقوق الإنسان، قيم حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان، لكن الحقوق الاجتماعية أيضا والحقوق الفكرية والثقافية زي اللجنة الثقافية اللي أنا بشرف برئاستها في المجلس بتولي أمانتها في المجلس. الاهتمام بهذا